بيد لكن رحيم عظيم عظيم فارس عظيم حقا بيد لكن رحيم عظيم عظيم فارس عظيم حقا بيد لكن رحيم عظيم عظيم فارس عظيم حقا بيد لكن رحيم هل ننهي التدريب اليوم يا سيدي؟ لا، ليس الآن. لقد أمضى الفتيان وقتا طويلا في التدريب وأخاف أن يصيبهم الإرهاق. قد يصيبهم كلهم عدا واحدا. جرجس، أليس كذلك؟ لقد ولد هذا الفتى ليكون فارسا عظيما. لا تنسى إنه ابن أنستاسيوس والي فلسطين. لا، ليس لوالده في ذلك. انظر كيف يمتطي جواده. رمية محكمة. الفضل لك، فأنت الذي تتولى تدريبه. لا، إنه شيء بداخله، هو شيء يدفعه إلى النجاح والتفوق في كل شيء. تنسى موعدنا الليلة يا جرجس لنحتفل بعيد الميلاد المجيد. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس مشرقي قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو الموجود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب جميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوبة بالنبي: وأنت يا بنت لحم أرض يهوذا لست صغيرة في ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. هل أعددت كل شيء؟ كل شيء يا سيدي، وقد ساعدني جرجس في ذلك. وأنت يا كاثيا، هل دعوت الأرامل والأطفال اليتامى؟ لم أترك بيتا إلا وذهبت إليه. وأنت يا مدرولة، ماذا فعلت؟ لقد دعوت كل أبناء الكنيسة يا أبي. شعبنا المحبوب في فلسطين، مرحبا بكم في بيتنا لنحتفل معا بعيد الميلاد المجيد. يسعدني أن أعلن لكم اليوم أنني أصدرت أوامري بتحرير العبيد في بلادنا، فلا يكون بيننا عبيد بعد اليوم، بل كلنا أحرار. فالمسيحية يا أولادي لا تعرف العبودية، بل الحرية والمحبة بين الجميع.
ماذا حدث يا سقراط؟ ولدك يريد أن يراك فورا. إلهي ارحمني من هذا الألم. استرح أرجوك استرح. أبي ماذا حدث يا أبي؟ جرجس أبي لا تبكي يا كاسيا. الألم يعود مرة أخرى. أرجوك استرح. لا يا زوجتي العزيزة. لماذا هذا الكلام الآن؟ أرجوك أرجوك لا تجهد نفسك. تمسكوا بالإيمان يا أولادي. المسيحية هي ديانة الحب الخالص والميراث الأبدي. أعاهدك يا أبي أن أكون أمينا ومخلصا لتعليمك ونصائحك. لا داعي لكل هذا البكاء. ولا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. لا لا تقل ذلك يا أبي. سيدي لن يحدث مكروه. أرجوك لا تتحدث كثيرا استرح. إنني فعلا أريد أن أستريح. أعطوني أيديكم جميعا. الرب يسوع يناديني ومريم العذراء تمد يدها وتضعها على رأسي. لا تبكوا فأنا ذاهب إلى حبيبي يسوع. جديدة يا سيدي الوالي للفارس جرجس. عظيم. إن أخبار انتصاراته المتوالية في الحروب ضد الأعداء أصبحت تملأ الإمبراطورية كلها. هذا ما كنت أتوقعه له. إنه موهوب من الله ومقلد بالنعمة منذ حداثته. سيدي الوالي إن اهتمامك الشديد بأخبار جرجس تجعلني دائما أتساءل. لا تنسى أنطونيوس أن هذا القصر كان لهم وأن والده كان واليا لفلسطين قبل أن آتي إلى هنا. أعرف يا سيدي. إن ما يثير قلقي أنه رغم مرور كل هذه الأعوام ومنذ وفاة الوالي السابق وبعد أن انتقلت والدة جرجس بأولادها من مدينة الكبادوك إلى مدينة ديوسبوليس لم يفكر أحد منهم في زيارتنا حتى جرجس. ما رأي سيدي الوالي أن أذهب إليه وأدعوه باسمك؟ حقا يا أنطونيوس. ولما لا؟ فقد كان جرجس صديقا عزيزا في سنوات الطفولة. إنني أفكر في شيء آخر يا أنطونيوس.
أريده أن يعيش بيننا دائما هو وعائلته. قد لا يوافق. إنها مهمتك الصعبة الآن، أعتقد أنك سوف تستطيع إنجازها. سأذهب على الفور. أنطونيوس، أتمنى لك التوفيق. فليساعدني الرب. ابتسامة. أريد أن أعرف ما وراء هذه الابتسامة. حاولي أن تعرفي. هذه الملابس الجديدة الجميلة. هيلانا. وهل سأبتسم لمجرد هذه الملابس الجديدة؟ لا أعرف، ولكنني أحس بالسعادة كلما رأيتك بهذه الملابس البعيدة عن الزي العسكري الذي كنت ترتديه في كل الولايات الأخرى قبل أن نأتي لفلسطين. هذه حقيقة يا هيلانا، فلا تزال الحياة هنا سهلة بدون مشاكل. والسبب يا والدي السياسة الحكيمة للوالي السابق أناستاسيوس رحمه الله والتي تسير على هداها. ملاحظة تستحقين عليها مكافأة. ولن أنسى أبدا المعاملة الحسنة التي أبدتها نحونا أسرة الوالي أناستاسيوس عند قدومنا لقصر الولاية هنا، وكم كان بودي أن يعيشوا معنا في القصر. إذن انتظري مني مفاجأة. مفاجأة؟ وما هي؟ كم أتمنى أن تتحقق لتكون فرحة لكل شعب فلسطين. كم أنا سعيدة يا أمي بأخبار انتصارات أخي الفارس جرجس ضد أعدائه الذين أرادوا أن يدخلوا أورشليم بالقوة. تصدى لهما أخي في شجاعة وقوة وانتصر انتصار تحدث عنه كل الناس. الرب يرعاه ويحميه من كل شر. سيدة الأميرة. نعم يا سقراط. القائد أنطونيوس قائد جيش الوالي ياسس يطلب مقابلتك. القائد أنطونيوس قائد جيش الوالي ياسس. نعم يا سيدتي. مرحبا به. تفضل. مولاتي الأميرة، أهلا بك في بلادنا. لقد جئت رسولا من قبل الوالي ياسطس. تفضل بالجلوس. أرجو أن يكون الوالي وابنته هيلانا بخير. بخير يا سيدة الأميرة، بخير. خيرا. لقد سمع الوالي ياسطس كما سمع الجميع عن أخبار انتصارات الفارس جرجس. الجميع يعرفون أن أخي جرجس أعظم فارس في أورشليم. مدرونا. لا أعرف كيف أبدأ حديثي، ولكن تكلم يا أنطونيوس، ما الأمر؟ الوالي ياسطس يرغب في أن ينضم فارسنا لجيشه. إن ولدي جرجس فارس من فرسان أورشليم. ستكون له مكانة مرموقة في صفوفنا. دعيني أحدثه، فربما استطعت إقناعه. سقراط. نعم يا سيدي. أنت تعرف مكانه، خذ القائد أنطونيوس إليه. سمعا وطاعة. شكرا مولاتي الأميرة. أمي، كم بودي أن أرى فلسطين وقصرنا الذي تركناه كل هذه السنين وحديقة القصر الذي تركناه وأنا صغيرة. لننهي أولاً ما بأيدينا. سيد الفارس جرجس. ما
مرحبا بك أيها القائد أنطونيوس. وهناك يا جرجس على هذه المبارزة الرائعة. ها، ما الأحوال في فلسطين؟ كل شيء على ما يرام. الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التفكير يا جرجس. ما رأيك يا سقراط؟ إنني معك أينما تذهب. ووالدتي وأخوتي؟ فلتطمئن، فقد أمرني الأمير يسطس أن أدعوهم أيضا معك. أمي، ألا تريدين أن تعودي إلى فلسطين؟ أمي، سنعود. شكرا يا أمي. فلسطين الحبيبة، 14 عاما من الذكريات، وما أجملها من ذكريات. شكرا لك أيها القائد أنطونيوس على تنفيذك لهذه المهمة الصعبة. إنه تدبير الله يا مولاي. أتمنى أن تكون إقامتهم معنا سعيدة. كل السعادة يا مولاي، فقد قامت الأميرة هيلانا بنفسها بتقديم كل واجبات الضيافة للوالدة ثاوستا وابنتيها. والفارس جرجس؟ إنه فارس شجاع يا مولاي، موهوب من الله، وديع طاهر القلب، عنيد في الحق، ومملوء حكمة. وماذا عن أحوالهم في ديوسبوليس؟ إنها مسقط رأس الأميرة الوالدة ثاوبستا، ولها بها أملاك كثيرة. أنطونيوس، لماذا تتحدث عن المال والأملاك والثروة؟ دعني أكمل حديثي يا سيدي. فبرغم كل هذه الممتلكات والثروة، إلا أنهم بسطاء غاية في البساطة. فقد قامت الأم بتوزيع جزء كبير من الأموال على الفقراء. كفى كفى أنطونيوس، فإن قلبي يشعر نحوهم بالفرحة والسعادة. مولاي، الفارس جرجس يطلب المقابلة. فليدخل فورا. فليسمح لي يا مولاي بالانصراف. مرحبا بالبطل والفارس الشجاع جرجس. شكرا لك يا مولاي على حسن استقبالكم لأسرتي وشعورك النبيل نحونا. دعني يا بني أتحدث إليك بلسان الأب. فما سمعته عنك وما قام به والدكم الأمير في هذه الولاية والذي يفوق كل وصف، لهذا أعرض عليك رعايتي لتكون ضابطا وفارسا في جيشنا. مولاي، هذه ثقة غالية أعتز بها، وأسأل الرب دائما أن يوفقني لخدمتكم. لقد دعوتك اليوم يا أميرتنا الجليلة لأتحدث معك حديثا ينبع من قلبي، فأنت خير من يدرك محبة الأولاد. وكم أتمنى أن يكون الفارس جرجس زوجا لابنتي. لقد شعرنا بمحبتك ومحبة الأميرة هيلانا طوال الشهور الماضية. لقد قررت أن أكتب للإمبراطور دقلديانوس رسالة أقدم بها الفارس جرجس وأزوده بمئة جندي لإظهار فروسيته أمام الإمبراطور
ليأخذ مكانته بين قادة الجيوش. هذا كرم عظيم منك. لا تنزعجي عليها أيتها الأم الحنون، فسوف يبقى هناك لمدة شهر، يعود بعدها واليا لإحدى الإمارات أو قائدا لإحدى الجيوش. ولكن أعرف خوفك عليه وأشعر به، ولكن وجود جرجس كقائد مسيحي في جيش الإمبراطور دقلديانوس سيجعل له شأنا كبيرا. في هذه الحالة سوف أرسله لك فورا. ها، ما رأيك فيما عرضه علي والدك الأمير يا أستاذ؟ وهل يهمك رأيي؟ لو لم يكن يهمني لما سألتك. شرف كبير لكل مسيحي. حتى لو طال غيابي هنا سأنتظرك. قف، من أنت؟ أنا الفارس جرجس، ضابط بولاية فلسطين. جئت أطلب السماح بالمسؤول بين يدي الإمبراطور العظيم دقلديانوس، ومعي رسالة من الوالي أستس. انتظر قليلا. ادخل أيها الفارس. كان يجب أن تفكروا في كل شيء حتى لا تخرج الأمور من بين أيديكم. اطمئن يا مولاي، الأمور ما زالت في أيدينا، وقادة الجيش يؤكدون ذلك. وأخبار المعارك الأخيرة في صالحنا تماما يا مولاي. والأخبار عندي تؤكد أشياء أخرى. تضيعون الوقت في تبادل النظرات. اطمئن يا مولاي، فسوف أذهب بنفسي لأدير هذه المعركة. حسنا، سأحاول أن أطمئن نفسي حتى تأتيني أخبار جديدة. مولاي. ماذا تريد؟ الفارس جرجس يريد المسؤول بين أيديكم. الفارس جرجس؟ من أين هو قادم؟ من فلسطين، ويحمل رسالة من الوالي يسطس. يسطس، فليدخل. صاحب العظمة والجلالة الإمبراطور دقلديانوس، أقدم تحيات الوالي يسطس لجلالتكم وأحمل رسالته إليكم. جاليريوس، إلى الإمبراطور العظيم دقلديانوس، حامل رسالتي الفارس جرجس ابن الأمير أنستاسياس والي فلسطين السابق. أنستاسياس، أعرف. لقد كنت أحبه لأمانتي وإخلاصي. أكمل يا جاليريوس. درس جرجس كافة العلوم والشرائع والقوانين وعلوم الرياضة والفروسية، وأظهر شجاعة لا مثيل لها في ميدان الجندية، وذاع صيته بين الجيوش وانتصاراته على أعداء الإمبراطورية. ولقد أرسلته لمولاي ليظهر أمامكم فروسيته ويحظى بثقتكم. يسطس والي فلسطين. أنت من أصل كريم يا جرجس، وأنا سعيد بك. استقبال مولاي لي لهو شرف كبير، ويكفيني فخرا أن أكون جنديا في جيش الإمبراطور المحبوب، ليقدم حياتي رخيصة في سبيل نصرة البلاد. تواضع وحكمة، هذا يجعلني أمنحك 4 أكياس من الذهب تصرف لك من خزانة الإمبراطورية. مولاي، يعجز لساني عما يجيش به قلبي
من شكر على ثقتكم الغالية بي. عزيزي جاليريوس، أرجو أن يقيد اسم الفارس جرجس بين النبلاء والعظماء في بلاط الإمبراطورية، وأنت أيها المستشار يوسوس أرجو أن تخصص الفارس جرجس بعض البلاد حتى يجني خرجها. هذا فقط حتى نرى ما ستقدمه لنا غدا في عرض الفروسية أيها الفارس جرجس. من فارس عظيم، سيكون له شأن كبير في الإمبراطورية، يجب أن تعطيه لقب أمير. أحسنت أيها الفارس، فما رأيناه الآن يفوق كل وصف، لذا قررنا أن نمنحك لقب أمير. ومن الآن لقد قررنا أن نمنحك الجنسية الرومانية وجعلناك قائدا للجيوش. أقسم أن أكون وفيا للإمبراطورية ومولاي الإمبراطور، وأن أحمي البلاد من أعدائها. تحية لك يا جرجس لما أظهرته أمامنا الآن من براعة في الفروسية. والآن هدية عظيمة لفارس عظيم. للجيش يعينه الإمبراطور قائدا للجيش. هل نسيت لقب أمير الذي منحه إياه؟ والجنسية الرومانية لم يبق سوى هذا المسيحي ليكون روماني الجنسية. ومن يدري، ربما اختاره الإمبراطور ليكون زوجا لابنته الثانية. نعم، يجب أن نتدبر أمورنا سريعا، فوجوده خطر علينا. إذن ليس أمامنا سوى القضاء عليه. أعدك أنني سوف أقضي عليه في هذه المبارزة. أنا واثق من هذا يا ميرا. سوف أجعل منه عبرة لكل مسيحي، وسوف تنال هدية عظيمة جزاء لذلك. يمكنك أن تنصرف الآن. والآن سنشرب نغبة القضاء على جرجس. ولكن كان يجب أن تستشير جاليريوس في هذا الأمر. أنا لا أعرف أين هو الآن، فقد انصرف غاضبا أثناء الحفل،
ولكنني أعرف أنه سيوافق، فكل ما يهمه هو القضاء على جرجس. وباقي المسيحيين؟ سيتولى أمرهم أسيكوري. وما دخل أسيكوريا في هذا؟ سيقنع الإمبراطور بخطورة هؤلاء المسيحيين وغضب آلهتنا عليهم. فكرة رائعة، ولكن كيف تقنع أسيكوريا بهذا؟ كل شيء يسير في هذا العالم بالذهب، فلنجزي الله العطاء. كل ما علينا أن نفتعل بعض الخراب والدمار ونلصقه بالمسيحيين ليكمل أسيكوريا مهمته بسهولة. لو لم أكن أعرفك لظننت أنك الشيطان نفسه. إنني مستشار له فقط. مبارزة الأمير جرجس. القائد ميرا يريد أن يفوز ببعض مما فاز به الأمير جرجس من عطف وحب مولاي. نعم، ويتمتع مولاي أيضا بمشاهدة مبارزة قوية. لا مانع عندنا ما دام في الأمر متعة. ولكن يا ميرا، ألا تخشى من منازلة فارس كجرجس؟ مولاي، إن مهارة الأمير جرجس في ركوب الخيل، ولكن المنازلة على الأرض شيء آخر. حسن، عليكم بإبلاغ الفارس جرجس بموعد المبارزة غدا. من الإمبراطور. مبارزة؟ تسافر إلى فلسطين؟ لقد غمرني مولاي الإمبراطور بعطف بالغ، ولكن يبدو أن الأمير جرجس قائد جيوش الإمبراطورية يحاول الهرب من المبارزة التي حددها مولاي الإمبراطور دقلديانوس. أنا لا أحاول الهروب، ولكن إذن فما هو السبب في هذا السفر المفاجئ؟ لقد جاءتني رسالة من والدة المريضة وتريدني أن أكون إلى جوارها. أمير جرجس، لا يجب مخالفة الأمر الإمبراطوري. والدته مريضة، إذن فلتذهب لزيارة والدتك. ولكن بعد أن تنتهي من هذه المبارزة. سيدي الإمبراطور. جرجس، لا تجعل الخبثاء يتهامسون بأنك خائف. أمر مولاي. أمير جرجس على هذا الفارس، فسأكون مضطرا أن أقدم قصري في روما طوعية للإمبراطور ألكسندر. اطمئن يا مولاي، اطمئن. ما
الألفاظ في ثياب قواد جيش. ماذا بعد ذلك يا مستشار الشيطان؟ لم يبقى أمامنا سوى الفيلسوف أسيكوريا. أسيكوريا؟ قلت لي إنك لم تجد. سأرسل رجالي خلفه ليأتوا به. إذا أنت تعرف مكانه؟ سنجده في إحدى الحانات البعيدة يحتسي الخمر. أسيكوريا يحتسي الخمر. وجرجس، ماذا عن الأمير جرجس؟ لقد عرفت أن الإمبراطور أذن له بالعودة إلى فلسطين، ويجب أن نودعه. نودعه؟ وداعا أبدي. وداعا أبدي. رافقتك السلامة أيها الأمير جرجس. نتمنى عودتك سريعا لتجد في استقبالك. ليتك تنتظر إلى الصباح، فالليل فيه الكثير من المفاجآت. اطمئن. شكرا، شكرا على شعوركم الممنوء بالمحبة. سنلتقي قريبا بإذن الله. ها؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء. دخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. المجد لله والابن والروح القدس إله واحد. آمين. سقراط. نعم يا سيدي. اذهب واسترح الآن، فسوف نرحل في الصباح الباكر. فلينعم الله عليك بنوم هادئ يا سيدي الأمير. أمير جرجس، وسوف أقطع رأسك لأقدمها هدية لمن يطلبها. سيدي الأمير، هل أصابك سوء؟ لا 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 شيء، الحمد لله. لماذا كنت تريد قتلي؟ إنه خائن الجبان، لابد من قتله. لا لا تقتلني يا أمير جرجس. لا لا تخف، فلن أقتلك، ولكن لمن كنت تريد تقديم رأسي هدية؟ تكلم وإلا قتلناك. جاليريوس والمستشار يوستس والذهب. جاليريوس
ويوستس. ولماذا هذا الغدر؟ لأن الإمبراطور أغدق عليك بالكثير وأنت مسيحي. سامحنا أيها الأمير جرجس، فقد أخطأت في حقك. لن أقتلك، فالمسيحية رسالة السلام والمحبة، رسالة التسامح حتى مع الذين يسيئون إلينا. باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل يسمح لي الأمير جرجس أن أكون أحد جنوده المخلصين؟ من اليوم أنت من جنودي وفرساني. بعد اليوم حقا حقا يا جرجس. اطمئن يا أمي. أمي يجب أن تستريحي. نعم تنهاري يا أمي. يجب أن أستريح. جرجس حبيبي أنت معي. جديدا يا ولدي، لا تتركني بعد اليوم. احكي لي عما فعلته عند دقلاديانوس. عندما ذهبت الى الامبراطور دقلاديانوس يا امي، استقبلني استقبالا حافلا، حدثني كثيرا عن والدي، عن مدى امانته وحكمته، وكانت مولاتي الامبراطوره دائما الى جانبي تشجعني وترفق بي. عشت ايامي في الامبراطوريه يا امي. Ah!
إنها إرادة الله. الحمد لله. والآن ماذا ستفعل؟ هل ستعود إلى دقلديانوس أم ستبقى معنا؟ لم أقرر بعد يا مولاي. ولكني قررت يا أمير قرقس. قررت؟ نعم. فقد اعتلت صحتي ولم أعد قادرا على تولي مهام الحكم. لذلك قررت أن أتنازل لك عن الحكم. مولاي اسمعني جيدا يا قرقس، اسمعوني كلكم جيدا، فإني أعي ما أقول وما أفعل رغم شدة مرضي. أبي لا تخاف يا هيلانا، فأنا ما زلت هنا. أعتقد أنه بعد أن كرمك الإمبراطور دقلديانوس لن يكون عنده مانع في ذلك. ولكن يا مولاي إذا أردت أن يزيد مرضي أرفض يا جيرفيس. أنطونيوس، عليك بإعلان ما ذكرته للشعب وتقديم فروض الولاء والطاعة للوالي الجديد الأمير قرقس. كان كل شيء لي في الحياة. ستجديني إلى جوارك دائما. أعلم أن آلامك شديدة. في أسبوع واحد تفقد والدتك وأفقد أبي. هيلانا، إنها إرادة الله. ماذا بك يا سيدي؟ سقراط، لقد ظهر لي رئيس ملائكة الرب ميخائيل ليتمجد اسم الرب. ليتمجد اسم الرب. اختيار الرب لي للشهادة لاسمه أمام الإمبراطور الوثني دقلديانوس هو نعمة من الرب. الرب يسوع يكون معك وسأصلي من أجلك. لا لا أيتها الأميرة لا تبكي، فأنا لن أخاف أبداً من عذابات أو اضطهاد.
سأظل بتول طاهرة أخدم الكنيسة معك حتى ألقاك. كما أنت محبة يا هيلانا، وسيعوضك المسيح عن إيمانك. لا أملك الآن سوى أن أعطيك هذا الصليب ليحميك من غدر الإمبراطور. وبهذا نغلب. هيلانا، اليوم سأرحل مع سقراط في قارب متجهاً إلى نيقوميديا للقاء الإمبراطور. كل ما أطلبه منك أن تقومي بتوزيع كل ما لي من مال وممتلكات على الفقراء والمحتاجين. لا أدري أي لعنة حلت علينا، هزائم متوالية، كوارث في كل مكان، وما أسمعه من أنباء سيئة في جميع ممالكنا تكاد تحطم نفسي. غضب الآلهة يا مولاي، غضب الآلهة. ماذا تقول يا جاليريوس؟ نعم، إنه غضب الآلهة، فالمسيحيون يرفضون تقديم البخور لآلهتنا ويقدمون كل الولاء للمصلوب. إذن فلينبه على جميع المسيحيين في كل مكان أن يقدموا البخور والقرابين لآلهتنا أبولو الأرتميس حتى ترضى الآلهة عنا. قدموا الخرابين لآلهتنا أبولو وأرتميس، أطيحوا برؤوسهم.